مشاهدينا الاعزاء، شفنا تقرير عن فندق ايسترن، وبما اننا الحلقه دي مخصصينها ومهتمين جدا فيها بانعاش السياحه مره اخرى، فهنطلع برضو لتقرير اخر ولكن من قريه قصر السنوسي. مشاهدينا بنعتذر عن العذر الفني، التقارير بتجهز، ولكن لحد ما التقارير تجهز معانا فقره مهمه جدا لامهات كتيره. الفقره دي ربط الفقره، يعني جبنا حلقه قبل كده والحلقه النهارده ربط للحلقه اللي قبل كده وتكمله لها. احنا اتكلمنا قبل كده عن التوحد وعن مشاكل فرط الحركه وايضا مشاكل التشتت وتشتت الانتباه وكل المشاكل دي بيتعرض ليها ابنائنا. التصوير المرة اللي فاتت كان من داخل المركز العربي الأمريكي للتكامل الحسي، والتقينا مع الدكاترة واتكلمنا عنه كتير. النهاردة دي الحلقة دي تكملة، وبناء على طلب حضراتكم، لأن حضراتكم كانت الحلقة بالنسبة لكم مفيدة جدا. في بداية حلقتنا بنرحب بالدكتورة أميرة بلال، دكتوراه في تعديل السلوك والإرشاد الأسري. اهلا بحضرتك يا دكتور. وبنرحب بحضرتك دكتور مي باسم، دكتوراه تربيه خاصه وتخاطب. اهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا ورحنا المركز عند حضراتكم وشفنا قد ايه الكلاريتي تشير بيغير كتير، فعايزين نعرف من حضرتك النهارده يعني ايه التكامل الحسي وايه علاقته بفرط الحركه والتوحد. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاوتيزم واعراضه واسبابه وقلنا انه ملهوش سبب لحد دلوقتي. اتكلمنا عن فرط الحركة واسبابه واعراضه. المرة دي هنربط ايه علاقة الـ ADHD والاوتيزم بالتكامل الحسي. جزء من تعريف الـ ADHD والاوتيزم ان هم اضطراب عصبي نمائي، ففي هنا عندنا خلل في النواقل العصبية اللي بتأثر على ايه، ان الطفل ياخد الاشارة عادية من المدخلات الطبيعية للجسم اللي هي الحواس ويترجمها بطريقه صحيحه فيدينا استجابه صحيحه المطلوبه منه بالظبط. طيب فهو كده يبقى عندنا خلل حسي، فلازم هنشتغل معاه جلسات تكامل حسي. واحنا عارفين ان جلسات التكامل الحسي بتاخد معانا وقت كبير جدا، قد يكون سنين، علشان تحسني حاسه واحده او حاستين. كلاريتي تشير غير المفهوم ده، بقى بيشتغل على 5 حواس. بنعمل على النظام التكامل السمعي والتكامل البصري والتكامل الحركي اللي من داخله بينشق ل3 أقسام: الحس الدهليزي والحس العميق والحس التلامسي. دي الحواس الخمسة اللي بيشتغل عليها ذا سيف بروجرام. بيعمل ايه دلوقتي؟ بدل ما احنا بناخد سنين في التكامل الحسي كلاسيكي، لا، معانا في 5 أيام 10 جلسات، بيبقى اكنه اخد تكامل حسي مكثف. بيعمل زي ريفرش لجميع مراكز الحسية في المخ، فبيخلي الاستجابة للطفل بعد كده سريعة، خلال 3-6 شهور بيتحسن عن أي وقت تاني. ممتاز. ما شاء الله، ممتاز. طيب يا دكتور، عايزين حضرتك تكلمينا عن تطور الحالات قبل وبعد الجلسات بتاعت الكلاريتي تشير. هي طبعا الحالات بيكون في فروق جامده جدا في الحالات. مش معنى ان حاله عندها اوتيزم مثلا 36 وحاله تانية عندها نفس الدرجه ان هم نفس الشده او نفس المشكله، علشان كده ما بيبقاش في نتيجه ثابته لده او لده. في فروق فرديه ما بين الحالات، ما بين كل حاله والتانيه، لان احنا مثلث شغال مع بعضه، البيت والسيف بروجرام والاخصائيين اللي شغالين. السيف بروجرام بيشتغل على تنشيط زي ما قال الدكتور مي جميع خلايا المخ، جميع الحواس، بتبقى الحاله جاهزه جدا للاستقبال والمثيرات الحسيه الجديده. هو بيكون بيسمع بطريقه معينه وبيشوف بطريقه معينه. بعد الجلسات كل ده بيتغير، لانه بينزل على ارض الواقع بيشوف الحاجه صح كما يجب ان يكون. فدوت ممكن يبان معانا. كان عندنا حالات داخل المركز، الحاله رقم 3 بان عندها اول تغير من تاني يوم للجلسات، بدات تحس. كان عندها مشكله في جميع الحواس: الضوء، الصوت، اللمس،
طبعا غير المخاوف الشديده اللي كانت موجوده عندها. من تاني يوم استقبلت الضوء بطريقه طبيعيه جدا، كان حتى في البيت مغيرين اضاءه البيت المناسبه ليها، فما بيقدروش يخرجوا لان مش هيقدروا يسيطروا على العالم الخارجي، فهم عاملين عالم بس خاص بيهم هم. ودي دايما مشكله اطفال التوحد، ان هم بيعملوا نطاق مغلق للاهل اللي بيبقوا عايشين معاهم. نفس الفكره عندها في السمع، كان عندها درجه السمع عاليه جدا، فما بيقدروش، حتى الموبايلات كلها بتبقى سايلنت، فما بيقدروش يخرجوا بره لان مش هيتحكموا في المثير السمعي، فما بيقدروش يخرجوا بره البيت. الحمد لله ده اتحسن من اول، من تاني يوم وتالت يوم كل ده اتحسن معانا. للحالات بتاعتنا الاختلاف والتغير بيبقى مستمر من اول يوم لفتره الخمس ايام، من 3 لـ6 شهور بتبقى الحاله بعد كده بتستقر. ممكن اول شهر بيحصل فيهم حاله استثاره لجميع الحواس، بتبقى الحاله غير مستقره، بتحس ان هو هايبر زياده، حاجات قديمه بدا يفتكرها لان كل حاجه بتبدا تخش له بزياده، لحد ما رتم الحاله بيبدا يستقر شويه في كل المستقبلات اللي دخلت له، اذا كانت حسيه او حركيه او عن طريق اللمس او عن طريق النظر، كل دوت بالنسبه له بيتحسن. فبيحسن، احنا بنسميها خلل الخلل، خلال الخلل. يعني هو عايش طول حياته مثلا فليكن عنده 6 سنين طب بنظام معين، فجاه غيرناه له، فهو بيحس ان انت في حاجه غلط. لا هو ده الصح، بس هو لسه ما اتعودش عليه. طيب احنا بس معانا مداخله من دكتور احمد حسين، وكيل كلاريتي تشير في الشرق الاوسط. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، وطبعا صاحب المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالسلام المشاهدين. طبعا اهلا بحضرتك. طبعا قد ايه احنا بنشكر حضرتك على الطفره اللي عملتها في علاج التوحد، وطبعا الكرسي كلاريتي تشير يعتبر طفره في عالم الطب، فحضرتك عايزين بقى نعرف من حضرتك ازاي، يعني ليه حبيت ان انت تجيبه مصر؟ شوفي، انا التوحد دي مشكله كبيره جدا في الشرق الاوسط، اكشلي في العالم كمان. احنا شفنا للجهاز ده طفره كبيره جدا في التوحد، عملته الدكتوره بلاك تقريبا من 35 سنه هي شغاله في المجال، بقالنا تقريبا 11 سنه شغالين بيه في امريكا، وكان لازم ينزل الشرق الاوسط عشان نساعد بيه اولادنا هنا. نزلناه دبي ونزلناه تركيا، وطبعا مصر بلدي، يعني انا عايش في امريكا من زمان بس مصر بلدي، كان لازم ينزل في مصر اكيد، يعني عشان نساعد اطفالنا ان شاء الله. يعني ربنا يجازي حضرتك خير، وهو فعلا عامل نتيجه هايله، وما شاء الله كل اللي اتعالج بيه بيشكر فيه. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على مداخلتك الجميله معانا. طيب يا دكتور، احنا عايزين بقى حضرتك تشرحي لنا طريقه عمل الكرسي الكلاريتي تشير. زي ما قلنا هو بيشتغل على التكامل البصري، بيبقى فيه سكرينه جزء منها بس هو اللي بيطلع الالوان، في تكامل سمعي بيلبس سماعه، وفي حركه الكرسي كمان بتشتغل على الحواس الخفيه اللي عندنا، اللي هي منها الحس الدهليزي والحس العميق، وربطه الحزام كمان بتشتغل على حس التلامسي. حضرتك جربت الجهاز عينه؟ انا جربته. انا عايزه اقول لحضرتك يعني اقل من ربع ساعه انا طلعت واحده ثانيه، ما هي احساس كان رائع بجد. اوكي، دي الاضافه اللي انا كنت عايزه اقولها، ان الكلاريتي تشير مش مخصص بس للتوحد، دي فئه من الفئات اللي احنا بنستهدفها، بس هي الاكثر شيوعا او الاكثر كلام او الاكثر الفئات اللي احنا بنتكلم عنها، لانها مسببه مشكله كبيره جدا، لان احنا بنقول لحد دلوقتي ان التوحد ملهوش علاج، هو احنا مجرد احنا تاهيل لمرضى التوحد، تاهيل ليهم لاطفال التوحد. بس الفئات المستهدفة بالنسبة لنا هو التوحد، الـ ADHD، الإصابات الدماغية، الزهايمر، كل الفئات دي مستهدفة بالنسبة لنا، صعوبات التعلم، كل دوت، الأرق، الاكتئاب، كل الحاجات دي ممكن يبقوا موجودين عندنا وياخدوا البروجرام بتاع الكلاريتي تشير، هيعمل لهم استفادة عالية جدا، لأن مش كل الحالات اللي جات لنا كانت أوتزم بس، احنا جات لنا حالات ADHD اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه. ابني جه يتعالج عند حضرتك. جاب لنا حالات كان عندها ديبريشن، لان الارق وقله النوم دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، بترهق ناس كتيره وناس كبيره وناس مسؤوله، من كتر التفكير وقله النوم بتاثر على مسيره حياتهم طبعا كتير. معانا مداخله من ام علي.
لا لسه بتجهز. اتفضلي يا دكتوره نعاس. اتفضلي. فالنوم بالنسبه لنا احنا ككبار سيستم حياه وبرنامج حياه كامل يعني بتتاسس عليه يومنا وحياتنا والبرنامج بتاعنا. فالنوم حاجه مهمه جدا طبعا. طبعا بيعالج الاكتئاب، بيعالج صعوبات التعلم، لان انت بتعلي عنده الادراك من بتعلي عنده الادراك من الذاكره والذاكره المعالجه. فكل دوت بيحسن، بيأهل لي الطفل ان هو يبقى في بيئه احسن وفي مجال احسن. فطبعا انا باهل طفلي ان هو يكون حد صالح وبينفع المجتمع، فدي في حد ذاتها في ميزه عندنا فيها. زي ما قلنا الخمس ايام، حتى كمان دلوقتي في فتره الكورونا وكده في ناس كتير بتخاف انها تروح تودي اولادها في مراكز. الفكره ان لو عملتي في خمس ايام هتنجزي كل الوقت اللي بتضيعيه في المراكز، بالذات في الكورونا دلوقتي في قلق كبير. بالظبط. فاحنا كمان لو الام مش متواجده في مصر، احنا بيجينا ناس من ليبيا ومن العراق ومن المغرب، لو مش متواجده في مصر بنديها برنامج تتابع بيه مع الطفل. استاذن حضرتك مداخله ام علي. ام علي ابنها اتعالج. الو الو. ايوه السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا ام علي، زي حضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. حضرتك عرفنا ان ابنك كان تعبان، صح كده؟ ايه يعني احكي لنا عن تجربتك مع المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي. بسم الله ما شاء الله، معامله كويسه واستريحت فعلا مع المعامله معاهم. حضرتك كنت بتعالجي ابنك؟ اي انا اخذ جلسات، خمس جلسات تكامل حسي، وتو بياخد في التدريب تخاطب على الدكتوره مي. ما شاء الله. وجاب نتيجه يا ام علي؟ والله شويه يعني لسه في البدايه احنا. ما شاء الله. بس انت حاسه باختلاف؟ لا حاسه باختلاف بسم الله ما شاء الله. شكرا يا ام علي حبيبه قلبي، متشكره جدا. مشاهدينا الاعزاء، للي عايز يتواصل مع مركز التكامل الحسي عشان التقرير اللي فات حضراتكم كتير اتصلتوا بالبرنامج وقلتوا لنا احنا مش عارفين نتواصل. اللي عايز يتواصل مع التكامل الحسي كل الارقام موجوده على الشاشه، كمان العناوين موجوده على الشاشه. مركز التكامل الحسي جالك حل سحري وفعال لعلاج التوحد، لعلاج تشتت الانتباه، لعلاج صعوبات التعلم، لعلاج فرط الحركه. كل هذه الامراض اللي في اولادنا لو لا قدر الله ابنك أو بنتك بيعاني من هذا المرض لازم تروح التكامل الحسي إن شاء الله بإذن الله. مركز التكامل العربي الأمريكي للتكامل الحسي، المركز العربي الأمريكي للتكامل الحسي إن شاء الله بإذن الله يكون علاج للكثير من الأمراض اللي بيعاني منها أولادنا، وللأسف الشديد إحنا بنبقى يأسين. بنشكر حضراتكم، بنشكر الدكتورة في نهاية فقرتنا، بنشكر دكتور أميرة ودكتور مي، بنشكر حضراتكم نورتونا. ومشاهدينا الأعزاء هنطلع فاصل، في خلال الفاصل ده هنتفرج على تقرير الفندق إستر، وهنرجع لكم تاني. ابقوا معنا.